طلاب المرحلة الثالثة، دراسة صباحية والمسائية. السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم فيما يخص مادة علم النفس الخواص راح نتناول بها الإعاقة السمعية. احنا دائما قبل ما نبدي بالإعاقة لازم ننطي الأجزاء الرئيسية الطبيعية الموجودة عند الإنسان الطبيعي اللي ما تكون عنده إعاقة. فكل جزء موجود، كل عضو جسم الإنسان إلى وظيفة مثل ما نعرف. فالمحاضرة السابقة تناولنا الإعاقة البصرية، عرفنا أجزاء العين، كل جزء بالعين شنو وظيفته، ما هي المهام اللي يؤديها، الإعاقات ونوعها إلى غير ذلك فيما يخص الإعاقة البصرية. أما الإعاقة السمعية أيضا اليوم راح نتناول أجزاء الأذن أو القناة السمعية. فالجهاز السمعي يعتبر من الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان، فمن خلاله يحصل الإنسان على المعلومات، يكتسب اللغة، يتفاعل مع البيئة، تكون التفاعل المستمر مع البيئة، مع الآخرين، مع الوسط الاجتماعي، ومن خلال اللغة. اللغة مين تكتسب؟ من خلال تعلمها وسماعها. زين، الجهاز السمعي مين يتكون؟ من الأذن الخارجية، الأذن الوسطى، والأذن الداخلية. الأذن الخارجية تتكون من القناة السمعية، صيوان الأذن. الأذن الوسطى مين تتكون؟ عضيمات الثلاث، المطرقة والسندان والركاب. والأذن الداخلية تتكون من جزئين رئيسيين اللي هي القنوات شبه الهلالية أو يسموها الدهليز، والجزء الثاني هو القوقعة. ننتبه زين طلاب، الأذن الداخلية اللي بيها هذه الجزئين ضروري نتعرف على وظيفة كل جزء. احنا دائما من نتناول أي جزء، أي عضو في جسم الإنسان، لازم نعرف شنو وظيفته. الوظيفة مهمة. فمن نجي نحكي على الدهليز، شنو وظيفته؟ هو حفظ التوازن، حفظ توازن الفرد. القوقعة شنو وظيفتها؟ تحول طبعا الذبذبات الصوتية، زين، اللي جاية من الأذن الوسطى إلى موجات كهربائية تنقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ، لأن احنا نعرف كل المثيرات لازم تنتقل بواسطة معينة إلى تتحول إلى إشارة يفسرها الدماغ حتى يعطي استجابة. فهذا هو وظيفة القوقعة. شلون تحدث عملية السمع؟ طبعا عملية جدا معقدة وليست بعملية سهلة. فكيفية حدوثها عند ما تهتد الأجسام، أي أجسام؟ طبعا نقصد بها هي كل الأشياء المادية الموجودة في البيئة اللي ممكن تحسسنا بوجودها، ممكن صوت أشخاص اعتياديين، صوت ضوء، حركة، موسيقى، أي نغمة معينة، أي مثير في الحياة، وإحنا نسميها أجسام. فلذلك هذه الأجسام من تهتز تصدر عنها أمواج صوتية تنتشر للخارج بكل الاتجاهات. طبعا أول عملية صيوان الأذن يجمعها، يأخذها ويرسلها وين؟ إلى داخل الأذن عن طريق القناة السمعية الخارجية. هذه الموجات ترتطم عبر يعني ترتطم بغشاء الطبلة. احنا كنا سامعين بغشاء الطبلة، من ترتطم ايش حيصير؟ يصير تحرك للأمام وللخلف، وكأنما هي حركة متوازنة بين تحرك الجانب الأمامي والخلفي، فتتحرك الطبلة، زين، وتتحرك المطرقة اللي تتصل بالطبلة، وعند ما تتحرك المطرقة تعمل على اهتزاز السندان والركاب اللي حكينا عنه موجود في الأذن الوسطى. فمن يتحرك الركاب ينتج عنه تيار في السائل اللي يملأ القوقعة يؤدي إلى حركة الشعيرات السمعية الموجودة في عضو نسميه عضو كورتي. هذا الشيء يسوي أدينا إلى تنشيط النهايات العصبية اللي تنطي إشارات وترسل إشارات عصبية عبر السمع العصب السمعي للدماغ، مثل ما ذكرنا كملخص أنه هذه كلها العملية
عندما تحدث من الخارج تجمع لي هذه الذبذبات والموجات الصوتية إلى الأذن الوسطى حتى توصلها إلى إشارات عبر العصب السمعي إلى الدماغ. الدماغ يتم معالجة المعلومات ويترجمها حتى ينطي إشارة معينة للفرد حتى يقدر يستجيب مع البيئة ويستجيب مع الصوت اللي حصل عليه من البيئة الخارجية. وعندكم طلاب إذا تنتبهون بصفحة 99 شكل الأذن بكامل الأجزاء من صيوان الأذن، من الأذن الوسطى ومكوناتها، ومن الأذن الداخلية. الرسم غير واضح عندكم مثل ما ذكرت لكم أيضا بالإعاقة البصرية بسبب الاستنساخ أو الحبر المتكدس في بعض الأجزاء، ممكن تطلعون عليه عبر جوجل راح ينطيكم الرسم بشكل واضح، ويصير عندكم ربط بين المعلومة وبين المؤشرات اللي موجودة على أجزاء الأذن. زين، نجي على تعريف الإعاقة السمعية. طبعا تعريف الإعاقة يتعلق بشدة الإصابة. شلون أعرف الإعاقة؟ بحسب شدة الإصابة أو شدة الإعاقة، هل هي بسيطة، هل هي متوسطة، هل هي شديدة. زين، فإذا أريد نعرفها بشكل عام نقول هي وجود مشاكل أو خلل وظيفي يحول دون قيام الجهاز السمعي بوظائفه عند الفرد، من خلال تتأثر قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة بشكل سلبي. أكيد هي تنعكس بشكل سلبي على أداء الفرد. الإعاقة أو مصطلح الإعاقة السمعية إيش تشمل؟ تشمل عندي مصطلحين، ننتبه لهذه المعلومة: ضعيف السمع limited hearing والأصم defenses. ضعيف السمع الفرد اللي يعاني من فقدان سمعي من درجة 35 إلى 69 ديسيبل. هذه الديسيبل هي درجة قياس حدة السمع عند الإنسان. فضعيف السمع يعاني من فقدان فتواجه صعوبة في فهم الكلام بالاعتماد على حاسة السمع سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها. هذا هنا ممكن أكو بنسبة معينة من الإعاقة، لكن لو نجي على الأصم لا، يختلف هنا درجة أو شدة الإعاقة تكون أكبر. ليش؟ راح نعرف من خلال الدرجة اللي محكوم عليها بهذا التعريف. الأصم هو ذلك الفرد اللي يعاني من عجز سمعي يصل إلى درجة 76 فأكثر وحدة ديسبل، مثل ما ذكرت اللي هي وحدة قياس حدة السمع. يعني هذا الفقدان طبعا يحول دون الاعتماد على حاسة السمع في فهم الكلام سواء باستخدام السماعات أو بدونها. يا طلاب اللي هم ضعيفي سمع ممكن أنه حسب شدة الضعف ممكن يستخدم المعينات، وخاصة يعني إن شاء الله أتكلم عنها لأنه أكو بيها ممكن أنه تساعد الفرد اللي عنده إعاقة أنه تمشي أموره التعليمية في طريقة الحوار، حتى إذا كانت فيها نوع من الصعوبة لكن هي ممكن تساعده بشكل كبير، على عكس الأصم اللي يحتاج إلى برامج ومعاهد وأساليب تربوية وتعليمية تختلف. زين، أريد نتعرف على نسبة انتشار الإعاقة السمعية. طبعا نسبة الانتشار تعتمد على محكات. زين، هذه المحكات ممكن أن تكون بالتعريف أو وسائل القياس والقدرة السمعية، وكذلك المجتمع أيضا اللي تجري فيه الدراسة. بعض الدراسات تشير أنه 5% من الأطفال بسن المدرسة لديهم ضعف سمعي، مثل ما ذكرنا نميز لازم بين ضعف السمع وبين الصم. وتقدر أيضا الإحصائيات أن حوالي إذا طبعوها للرقم 0.075% من الأطفال في سن المدرسة يعانون من الصم، إذا نصنف فيها صم وضعاف سمع اللي هم ضعاف السمع أعلى نسبتهم من نسبة الأطفال الصم. لو نجي هسه على تصنيف الإعاقات السمعية، من أكثر التصنيفات اعتماد للإعاقة السمعية تلك التصنيفات اللي تعتمد على العمر الزمني عند حدوث الإصابة، وكذلك مقدار الخسارة السمعية ومكان الإصابة. طلاب ننتبه زين على التصنيفات لأن كل تصنيف بتحديد معين. التصنيف الأول يعتمد على
العمر الزمني اللي حثت فيه الإعاقة، وبنوعين، ننتبه، بنوعين أو بشكلين: الصمم الولادي أو الصمم الولادي أو الصمم قبل تعلم اللغة. إحنا لو نلاحظ الكثير من الأهالي، العوائل اللي عندهم أطفال صغار، يهتمون دائما أن الطفل متى يبدأ ينطق بالكلمة الأولى، متى يبدأ يكون جمل، هل أن الطفل عنده مشكلة معينة. هذه الجوانب جدا مهمة. لذلك الصمم الولادي، هذه الفئة من الأفراد المعاقين سمعيا فقدت قدرتها على السمع قبل اكتساب اللغة المنطوقة أو قبل سن الثالثة. وأنا سبق وأن ذكرت لكم أن السن الثالثة هو مهم جدا كمحك لاكتساب الطفل للكلمات الأولى، حتى نحكم هل هو لديه لغة، هل يستطيع اكتساب كم من الكلمات والحصيلة اللغوية أم لا. فهذا أساسا نحكم عليه يعني المفروض قبل سن الثالثة. النوع الثاني هو الصمم بعد تعلم اللغة. هذا النوع أو هذه الفئة من الأفراد سمعيا فقدت قدرتها بشكل كلي أو جزئي بعد اكتساب اللغة المنطوقة. بعد اكتسابها يعني ممكن أنه كانت عند بعض الكلمات، بعض الأصوات اللي موجودة في السنة الأولى، في السنة الثانية، لكن بعد السن المحدد لاكتساب اللغة المنطوقة بدأ يفقد الكلام. هذا التصنيف نرجع للعمر الزمني. طلاب، النوع الثاني من التصنيفات هو تصنيف الإعاقة السمعية تبعا لمقدار الخسارة السمعية، وننتبه أنه هذا التصنيف يعتمد على درجة فقدان السمع والمقاس بالديسيبل. تقسم إلى ثلاثة تقسيمات: الإعاقة السمعية البسيطة، والإعاقة السمعية المتوسطة، والإعاقة السمعية الشديدة. بسيطة معناتها درجة خفيفة. قد الدرجة فقدان حدة السمع؟ من 20 إلى 39. هذه الفئة طبعا تستطيع التعلم بالمدرسة، وأحيانا يعني صح أكو صعوبات، لكن باستخدام المعينات السمعية يستطيع أن يتكيف مع الأطفال اللي مثل عمره. الإعاقة السمعية المتوسطة، الخسارة السمعية عند هذه الفئة ما بين 46 إلى 69 ديسيبل. هذه الأفراد بهذه الفئة يواجهون صعوبات كبيرة بالمدرسة الاعتيادية. ليش؟ بسبب قلة المحصول اللغوي اللي يجعلهم متلكئين غير قادرين على الوصول للمستوى المطلوب، اللي مثل الأفراد اللي مثل عمرهم الزمن. الإعاقة السمعية الشديدة، الخسارة السمعية عند هذه الفئة تتراوح ما بين 70 إلى 89 ديسيبل. يواجه الأفراد بهذه الفئة صعوبات كبيرة بالنطق والكلام. الأفراد أساساً بهذه الفئة شي يواجهون صعوبة بالاستفادة من المعينات السمعية، ما تفيدهم نهائياً، لأنه درجة فقدان السمع تكون كبيرة جداً. لذلك المعين السمعي يخدم ممكن الفئات ذات الإعاقة البسيطة، وممكن أنه تفيد الإعاقة السمعية المتوسطة. التصنيف الثالث يكون على أساس مكان الإصابة. هذا التصنيف يعتمد على تحديد الجزء المصاب من الجهاز السمعي. شوفوا طلاب، التصنيف الأول يعتمد على العمر الزمني، هذا واضح أكيد يعتمد على بالتصنيف أي عمر صار عنده الإصابة، هل قبل اكتساب اللغة أو بعدها. جينا على النوع الثاني اللي هو حسب مقدار الخسارة السمعية، اللي يعتمد على درجة فقدان السمع. النوع الثالث مكان الإصابة، وهذه المعلومات اللي أقولها جدا مهمة لأنه تنطيني تمييز لنوع التصنيف. التصنيف على أساس مكان الإصابة هذا اللي يحدد الجزء المصاب من الجهاز السمعي المسؤول عن الإعاقة. ممكن أن نقسمه إلى 4 مجموعات: فقدان السمع التوصيلي، فقدان السمع الحسي عصبي، فقدان السمع المختلط، وفقدان السمع المركزي. الأول اللي هو فقدان السمع التوصيلي، هذه الإصابة تحدث نتيجة لخلل بالأذن الخارجي أو الأذن الوسطى، ويؤدي إلى عدم وصول الموجات الصوتية إلى الأذن الداخلية. الفقدان السمع الحسي عصبي، هذه الإعاقة تكون بسبب خلل بالأذن الداخلية أو العصب السمعي،
نتيجة لذلك تحدث مشكلة بتحويل الموجات الكهربائية داخل القوقعة، وتحدث وين أيضا مشكلة بالعصب السمعي، فأساسا ما تنقل الموجات الكهربائية إلى الدماغ. النوع الثالث هو فقدان السمع المختلط. هذه الإعاقة تكون نتيجة لإصابة الأذن الخارجي أو الداخلي أو الأذن الوسطى، ده تلاحظون أما داخلية أو خارجية أو أذن وسطى بسبب أو العصب السمعي أيضا، لذلك يحدث خلل في الجهاز السمعي بأكمله. نعم، فقدان السمع المركزي هذه الإعاقة طبعا خطيرة جدا. يكون الخلل وين؟ هو نتيجة يعني تكون السيالات العصبية الموجودة اللي مسؤولة اللي يعني مخ يعني اللي هي اللي تفسر الإعازات، هي اللي تفسر الموجات الصوتية، يكون فيها تلف، بيها ورم بسبب عوامل ممكن تكون ولادية مكتسبة. هذه العوامل اللي احنا راح نشرحها فيما بعد اللي هي سبب تكون من أسباب الإعاقة. فهذا الخلل يحول دون توصيل السيالات العصبية من جلد الدماغ إلى القشرة السمعية الموجودة في الفص الصدغي. زين، فإذا هذه من أصعب الإعاقات اللي لها علاقة بفقدان السمع المركزي. نتحدث أيضا عن أسباب الإعاقة السمعية، وإحنا دائما نتكلم عن أسباب الإعاقات دائما نصنفها إلى أسباب ما قبل الولادة وأسباب أثناء ممكن عوامل هناك، ممكن فقط أسباب مرتبطة بعوامل بيئية لأن ما ممكن تكون عوامل لها علاقة بأثناء الولادة. فالعوامل الأولى بالوراثة، دائما الوراثة هنا تنطي نسبة كبيرة بالإصابة، فما يقارب 50% من حالات الصمم سببها عوامل وراثية جينية. العوامل الأخرى هي أسباب مرتبطة طبعا بعوامل بيئية مكتسبة تحدث بعملية الإخصاب أي أثناء الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة. أثناء الحمل يعني ممكن مشاكل تتعرض لها الأم الحامل، ممكن تناول عقاقير معينة، ممكن إصابات معينة عند الأم الحامل ممكن تولد لها هكذا نوع من الإعاقات، ممكن سوء تغذية للأم الحامل، ممكن تعرض للأشعة بمختلف أنواعها تأثر على الحمل تأثر على الجنين. نعم، أيضا عوامل مرتبطة بتعرض الأم للأمراض والالتهابات، هذه كلها تتعلق بالأم أثناء حملها مثل الحصبة الألمانية، وهذه أيضا جدا خطيرة على وسبب لي إعاقات مختلفة. نعم، أما تعرض الطفل بعد الولادة لالتهاب، يعني هذه كلها عوامل أثناء حمل الأم بالجنين ممكن تتعرض إلى هذا النوع، لكن هناك عوامل تتعلق بالطفل بعد الولادة اللي هي التهاب السحايا الدماغية زين، أو التهاب حاد للأذن الوسطى، أو التسمم، أو التعرض لحادث معين، هذه كلها أيضا تكون أسباب ما بعد الولادة. نتكلم الآن عن المؤشرات السمعية اللي تدل على وجود مشكلة في السمع. مؤشرات معينة هي اللي تدلينا وتقول لنا ترى أكو إعاقة خاصة بالسمع عند الطفل لازم إحنا ننتبه لها. منو ينتبه لها دائما؟ منو أول مشخص لحالات إعاقة بمختلف أشكالها؟ دائما أنا أذكرها اللي هم القاعدة الأساسية للطفل اللي هم الأهل بالأخص الأم زين، وبعدين المعلم، بعدين الأقران، ممكن الكل ممكن يشير إلى وجود مشكلة معينة. فمن هذه المؤشرات اللي تشير أو تدل على وجود إعاقة سمعية صعوبة في فهم التعليمات، ألم في الأذن بشكل متكرر، يعني الطفل ممكن أنه يشكو عنده آلام متكررة بالأذن، ممكن أنه يحكي بصوت مرتفع أو منخفض، ممكن يتنفس من خلال فمه، التهاب اللوزتين المتكرر، ممكن أنه يخرج سائل من أذنه، ممكن أنه يكون ما يميل للانسحاب الاجتماعي، ممكن عنده صعوبة بالتركيز والانتباه، ممكن أنه تصير عنده حركة للالتفات كثيرا للجانبين حتى يعرف الكلام المنو. أداء أيضا على الفقرات اللي تشير إلى جانب لفظي يكون أقل بكثير من فقرات غير اللفظية، يطلب من الآخرين إعادة ما يقولونه بشكل متكرر زين. هذه كلها مؤشرات تدل على وجود خلل عند الطفل.